اهلا 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 بالراجل اللي بينكر نفسه من معجبينه. انت نسيتني ولا ايه؟ انساك ازاي يا سيد مروان؟ يا اهلا. اتفضل. هو انت حاجه تتنسي؟ اهو من 10 صباحا زي ما انت شايفني من بار لبار. طب وتعمل كده ليه؟ اعمل كده ليه؟ الشك الشك يا صاحبي الشك تاني. بس المره دي مش من مراتك. امال صاحبتك. صحتك. الا قولي ازاي الاموره صاحبتك اللي كانت وياك؟ كويسه بخير. انا من ايامها غيرت 4. اسالني ليه؟ الشك. مريض بحاجة اسمها شك. هما السبب. كلهم كده إلا مراتي. أنا ما اسمح لكش إطلاقا. اتضح حتى على إيدك أنت إنها في منتهى الإخلاص خالص. في صحتك. في صحتك. هذه زيت. إلا قولي أنا مفهوم متنجل على عيني عشان حكاية الشك ومرض الشك إلى آخره، لكن أنت تقدر تفهمني ليه جامع هموم العالم كلها ومطربقها لي فوق دماغك؟ تكونش قفشتك مع حد؟ لا. إلا قولي أنت لما بتشك في واحدة من دول بتعمل إيه؟ بتظبطها إزاي؟ في منتهى البساطة، حاجة بدائية. المراقبة. إذا كنت مش عارف بيتها ولا هي مين ولا تبقى بنت مين، كل اللي أعرفه عنها إنها بنت من عيلة كبيرة خالص. بس 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 دي حاجة في منتهى البساطة. اسمع، أنت اللي لادي تسهر معايا عشان أعرفك على جهاز المخابرات بتاعي، وأنا أضمن لك النجاح 100%. المحنكون المحنكون. فصحتك يا مشير. Thank you.
عاملين يا سيد مروان. اهلا اهلا سيد ابراهيم. اهو ده بقى يا سيدي جهاز المخابرات بتاعي. شرفنا يا فندم. الموسيقار فريد بغنى عن التعريف طبعا يا سيد ابراهيم. طبعا، ومين ما يعرفش الاستاذ فريد. قول لي بفضلك، فاكر السهره اللي سرها سوا عند سيد مروان؟ ايوه. يا ترى الاقي صورها عندك؟ موجوده يا فندم. طيب متشكر. عال روح شوف شغله بقى سيد ابراهيم. بس يا عم كل شيء انتهى، مالكش الا انت تروح عنده البيت، هيوري لك الصور، هتشاور له عليها بصباعك 1000%، هيقول لك يا ابراهيم دايره معارف. انتوا جايين هون تتوشوشوا؟ مش وقته يا استاذ فريد، قمت انا ارقص. يلا اتفضلي. هيدي معاملة منك يا استاذ فريد، تنكر نفسك كل ما اطلبك على التليفون ليش؟ بعد هالبنت صاحبتك اختي عقلك؟ انا مش تراجيتك، وفهمتك قبل كده انك تبعدي عني. وين ما بعد؟ انا هلا مطوله بالي، لكن متاكده انه علاقتنا رح ترجع. اعقلي يا زيزي، انت ست متجوزه؟ ما تخاف من جوزي، بعد المقلب البارد اللي عمله صار بمنتهى الثقه فيك. كده.